فصل صلاة العصر مع حمد. السلام عليكم. المنصة الكريمة، الحضور العطف، القامات الرائعة التي أسعدتنا اليوم بأدبها وفنها وشعرها، الإخوة من العراق الكريم، اليوم هي مناسبة رائعة نحتفل فيها بعدة مناسبات. كنت أود أن ألقي إليكم شعرا، ولكن ظللت ساعة كاملة في الشارع رايح جاي عشان أوصل هنا، فخلاص استنفذت كل وقتي. فأنا بس عايز أنقل تحيات مدينة الشروق. أهل فنانين شعراء أدباء، فأنا هقدم هدية متواضعة جدا لصالون المصري. الهدية عبارة عن رسمة بسيطة جدا، إهداء من مجلس إدارة صالون مشاعر، وأنا نيابة عن الصالون مؤسس الصالون عاطف محمد حسن. أما الهدية ثانية من رابطة الزجالين وكتاب الأغاني مكتب الشروق بصفتي المستشار الثقافي للرابطة بمدينة الشروق. الهدية الثالثة ليا أنا فريق نجوم بكرة بمدينة الشروق، وبصفتي برضو رئيس مجلس الإدارة ومخرج أعمال هذا الفريق، الأستاذ محمد يتذكر الملحمة المحمدية التي قمنا بعملها في فضفضة في الأوبرا، كانت دار الأوبرا المصرية ومنتدى فضفضة للشاعر العظيم. كنت أنا مخرج ومؤلف هذه المحمد. أنا مشكورك جدا على هذه الهدايا القيمة. العفو يا فندم، وانا بشكرك جدا، وانا سعيد جدا ان انا تواجدت معكم. كل سنه وانتم طيبين. احنا اسعدنا. حسن يا محمد، شوف الشنطه. بنشكر الاستاذ عاطف على هذه الهدايا الرائعه الجميله. بالنسبه لي كانت مفاجاه ليا، انا كنت بقدمه عشان اقول شيء.